هل هناك حالة من الانضباط موجودة داخل غرفة الملابس؟ يعني بعد الهزيمة في السوبر الإفريقي، طبعا دي كانت هزيمة صعبة على جمهور النادي الأهلي، لكن بشاء السميع العليم إنه بعدها بخمس أيام أو ست أيام ما كملناش، يعني تطلع من السعودية على الإمارات عشان تلعب السوبر المصري وبتعوض، بس بتقدم ماتش حلو قوي، وجمهور النادي الأهلي كان راضي جدا، 4 أهداف مؤكدين، فرصة وسام، فرصة حسين الشحات، كرة العارضة بتاعت عطية الله، كرة القائم بتاعت وسام، وحالة من الرضا وفوز ثم مباراة أسطورية أمام نادي العين الإماراتي. عايز أقف معاك شوية عند على مباراة العين الإماراتي يا عمرو، لأنه أنا شخصيا شايفها كروح، كتكتيك، كأداء، كفنيات، كجمهور، مباراة ممكن تأرخ لمصر ما قبل العين وما بعد العين. صح. الناس هنا بتسأل طب هو ليه، يعني ليه ده مش موجود على طول؟ الجمهور اهم حاجه، الجمهور هو رقم واحد. يعني انا تقريبا انت النهارده لو لقيت ال 30,000 متفرج اللي كان مسموح بيهم، الاداء يبقى غير كده. طبعا الجمهور طبعا، يعني هو وجود الجمهور طبعا اكبر دافع لينا. هرجع بس للماتش السوبر الافريقي. بعد الماتش ان يبقى بص الجمهور ده الكلام ده كان لسه الدنيا ما ليلتش. نعم. بعد ماتش السوبر الافريقي ان يبقى اللعيبه كلها واصل لها احساس ان احنا كلنا وحشين وكلنا مقصرين. ليه؟ ممكن تقول لي ليه؟ لحد دلوقتي انا يعني كل ما اسال لعيب يقول لي والله كنا مركزين، والله اللي يقول لك ما كناش مركزين بيظلمنا، بس انا حاسس لا. هي حاله سلبيه بتتنقل من لعيب للتاني. فان انت ال 11 او ال 23 اللي موجودين يبقوا بره تركيزهم، يبقى في حاجه غلط. نعم. فاللعيبه كلها كانت حاسه ان هي مقصره، واللعيبه كلها ما عملتش اللي عليها، واللعيبه كلها كانت ما بتدورش على شماعه ان هي تقول لا ده حكم، لا ده مش عارف ايه خالص. احنا انتوا حملتوا نفسكم المسؤوليه، احنا اللي وحشين واحنا اللي ضيعنا البطوله. وكان عندنا بطوله بعدها بكام يوم، بطوله السوبر. كله كان عايز البطوله دي تيجي بسرعه، ان احنا نعوض البطوله اللي خسرناها ببطوله تانية. نعم. ومش بس كده، وباداء احسن من قبل كده. نعم. والاداء كان كويس وخدنا البطوله. بعد كده ماتش العين كان ليه ظروف خاصه، ان محدش يستفز جمهور الاهلي او لعيبه الاهلي ايا كان. التصريحات اللي طلعت، تقليل من النادي الاهلي، ايا كان هنلاعب مين، مش من لعيبه العين للامانه، من بعض الاخوه من الاعلاميين يعني. والجماهير. فماتش الاستاد متقفل، السوشيال ميديا جمهور النادي الاهلي كله موجود، الناس كلها نفسها تروح الماتش. ايوه. ماتش ببطوله جديده علينا، هتكسب، هتاخد بطوله، وبعد كده هتروح تلعب مباراه تانية ببطوله تانية. لا يعني كنا مركزين، كان عندنا اصرار ان احنا نثبت للناس كلها ان احنا النادي الاهلي، ما فيش حد هيجي هنا استاد القاهره ويطلع منه كسبان. والحمد لله الاداء كان مع وجود الجمهور طبعا اللي كان مال المدرجات. الاداء كان يعني كان احسن من مباراه الزمالك والمباريات اللي قبلها بكتير. ده صحيح. والحمد لله يعني ربنا كرمنا باداء وفوز وبطوله.